فيكم اليوم انتم في بلدكم وفي ناديكم. جاتنا طلب النادي الاهلي انه يتمرن في هذا، بالعكس واحنا اللي وجهنا الدعوه، وهذا شرف كبير اليوم نادي الاهلي يتمرن عندنا، ووجهنا تكون الامكانيات النادي الوحده كلها تحت تصرف النادي الاهلي، سواء اليوم او بكره او بعد المباراه او اي في وقت، لان نادي الوحده يرحب شقيق النادي الاهلي المصري في اي وقت على مدار السنوات. ده اللي واقف احنا نقدمه لاخواننا من الشعب المصري، ومثل ما تعرفون اليوم الشعب المصري والاماراتي شعب واحد، يعني هذا شيء نفتخر فيه احنا ومتشرفين بوجود سواء الجماهير المصريه او النادي الاهلي في نادي الوحده. ونتمنى احنا نكون يعني ما قصرنا في الاستضافه، صحيح ان الوقت كان قصير لتحضير لهذا التمرين، لكن اتمنى نكون ما قصرنا ان شاء الله فيها، بالعكس النادي تحت تصرف النادي الاهلي في اي حاجه يطلبونها. طبعا ما في شك اليوم الجماهير الوحداويه كلها تسال عن حضور التمرين، لكن بما ان التمرين مغلق هذا من حق النادي الاهلي المصري، نتمنى المباراه احنا تكون على اعلى مستوى اكيد للجماهير الوحده وجماهير الاهلي او الزمالك او كلهم اليوم مشرفينا في دوله الامارات، وعشان ما نزعل حد احنا اليوم كلنا مصريين، نتمنى تكون المباراه تليق بسمعه الكره المصريه واستضافه الامارات لهذا الحدث الكبير.